يمكن يعني بالأمس كان عندنا لقاء وكنا نتكلم مع أحد يعني البنات ما شاء الله المبدعين في مجال الروايات والكتابة. اليوم احنا في ذات المجال، ولكن هذه المرة احنا راح نستضيف أحد الأشخاص اللي خطى خطوة كبيرة جدا في مجال الكتابة والرواية وأصدر له كتاب. يعني من العنوان يمكن الواحد لما نقول احنا العنوان يشد الموضوع ويبي يتعرف على التفاصيل. لذلك اليوم موجود معنا في الاستديو معنا الهنائي، كاتب وروائي، وهو صاحب اصدار بيت الخناس. كذا الاسم صح؟ بيت الخناس هذا الاسم. معين كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ايش الاخبار؟ الحمد لله تمام. كيف الامور؟ الامور طيبة الحمد لله. كيف الاجواء عندك؟ كيف كان الاسبوع؟ تحس مر عليك طويل؟ الأسبوع كان نوعا ما طويل لأني كنت نفس الشيء أحضر حل روايتي الثانية، الكتاب الثاني اللي هو تقريبا بيكون أصعب من الرواية الأولى وجدا معقدة، والحمد لله رايح تحسي شيء ما في مجال التعقيد، في مجال الأمور الغامضة تحسي. شوف أنا للحين خاطري أعرف أول شيء سر الكتاب الأول على أساس ندخل في أسرار الكتاب الثاني للأمانة. يعني يمكن قبل شوية عطانا نبذة صغيرة بس إحنا ما بغينا نكملها يعني تحت الكواليس، قلنا لا أفضل شيء على الهواء. فخبرنا كذا عن هالكتاب وإيش سر كتابتك لهالموضوع أو هالمجال بالضبط. أولا الكتاب الأول كانت مزحة. كنت أتمازح مع أحد الشباب وقال لي يعني أنت تختلق قصص وكأنها حقيقية. فسبحان الله وأنا في فترة خلال سنتين كنت أدرس أحد اللغات البائدة هي لغة مملكة سبأ، وأيضا في لغة أيضا بائدة اسمها اللغة القعزية. هذه اللغات كنت أدرسها بشكل مفصل وكنت دائما أتواصل مع دكاترة من السعودية واليمن اللي هم أصحاب هذه اللغات الأصلية. فسبحان الله جيت يعني في عقلي رواية وقلت أنا لازم أكتبها، وهذه الرواية أصلا كانت في عقلي من تقريبا 7 سنوات وأكثر إن شاء الله. بس كنت أخاف أني أخطو هالخطوة، فكتبت كتاب زين مملكة يعني خيالية ولغة أنا أحييتها من جديد. ربما كانت هذه اللغة موجودة وربما كانت لا. فلو تجيت تشوفي الأسامي الموجودة في الرواية أسامي قريبة من أهل الجنوب، وأما تفاصيل الرواية مخيفة جدا يعني مبين أساسا من الغلاف. إيش يعني مضمون الاسم؟ إيش معنى الاسم؟ الاسم يتمحور نحو بيت، أنا سميته بيت الخناس وهو جبته من يعني الآية الكريمة. فالخناس هو اسم مرادف لاسم الشيطان. ايوه. فيتمحور الروايه تتمحور نحو جريمه غامضه جدا. انزين يدخل فيها علم النفس، علم الجرائم، ايضا يدخل فيه علم التاريخ القديم، ويدخل فيه علم نوعا ما اقدر اقول انه هو علم الشعوذه او السحر. فعلم الشعوذه والسحر هو متعلق في هذه العلوم الاخرى. فهي نوعا ما هذه الرواية يعني كثير تهدف أن يعني توضح للناس أن الشيطان مهما يعني كفر هو كيد ضعيف، وحتى الحلول موجودة في الكتاب. فالرواية جدا يعني الناس كثير متشوقة يعني تجيني في الخاص أقول لهم انتظروا شوية يا أخي، صبروا شوية يعني ما بسرعة. هذا الإصدار الأول لك معن؟ هذا الإصدار الأول، لكن أنا عندي كتب لكن ما نشرتها. ليش ما نشرتها؟ والله متردد صراحة، لكن الكتاب الثاني اللي أنا بديت أكتب فيه خلاص هذا بنشره إن شاء الله. قول انت السنه الجايه راح يكون مطبوع. جميل. طيب خلينا كذا ندخل ايضا في تفاصيل كتاب بيت الخناس. يعني بما انه يتكلم عن الجرائم ويتكلم ايضا عن يعني مجال الرعب بشكل اكثر، انا اللي اعرف انه دائما اي شخص في الكتابه قبل لا يكتب يعني يحب انه يقرا عن هالمجال يتعمق فيه بشكل اكثر، هل صار وياك؟ والله انا لما كنت اكتب هذا الكتاب صارت لي أشياء غريبة. أنا تخيلتها في عقلي، أنا اللي صنعتها. فمثلا لما كنت أروح العمل كنت أتخيل أنا موجود في هذا البلد اللي أنا صنعته اللي هي سميتها عكيفوت باللغة هذه. فكنت لها لو بقطع عليك، لها معنى عكيفوت الحين؟ هذه لها معنى. إيش معناتها؟ معناتها أول شيء الفوت هو العين،
العين، وأيضا هذه باللغة القديمة العربية تعني كأن العين من جهنم. وعاكي؟ وعاك عاد هذه ما أعرف إيش، هذه ما قدرت أعرفها، لكن كنت أقرأ عن اللغة الثمودية كان في أشخاص ينادوهم عاك عاك عاك، وحتى ملكها اسمه عاكي في الثاني. يعني لما تدخل رواية تشبه نوعا ما رواية هاري بوتر، عالم غريب، عالم غريب. جميل جميل. نرجع للسؤال، انا قطعت السؤال اسف، قطعت السؤال وقطعت حبل الافكار على معن بعد. شوف ان معن كذا وقف الحين. لا لا معن خبرني كذا، يعني مثلا هل مثلا انا اللي حابني اوصل له ان هل دخلت تابعت افلام رعب، افلام جرائم، مسلسلات او شيء كذا؟ والله انا من يوم كنت طفل احب افلام رعب، بس ما احب افلام الرعب اللي فيها يعني واجد اشياء خياليه. أحب أفلام الرعب اللي فيها جرائم، لأن الجرائم دائما وراها قصة، مثل موضوع بيت الخناس. بيت الخناس من أول ما تقرأ في قصة وراه، لكن أنت ما راح تكتشف. و322 صفحة يعني غموض، كله غموض، وكل نص يشير إلى أشياء غامضة. فقلت لا، قلت أنا ما دام عندي هذا الخيال الواسع، قلت أنا لازم أكتب. يعني ما أجلس أنتظر أكبر في العمر وأحس أيوة. إن هذه موهبة ما حد عنده. صحيح صحيح. جميل. طيب يعني أنا برجع شوية على وراء، أنا ما أعرف، أنا من الناس اللي وايد أحب البدايات، لأن البدايات دائما تكون مختلفة، والبدايات دائما لها قصص تكون يعني جميلة جدا، ويعني في نفس الوقت محفزة هذه القصص. إيش سرك مع وراء القراءة بعد ذلك إلى مجال الرواية؟ هل مثلا، خلينا نقولك على سبيل المثال، هناك قدوة كنت تشوف أنت في هذا المجال وحبيت أنك بعد ذلك تمشي على خطاه، وبعد ذلك ترسم لك خطى أنت وحدك، أم من البداية كذا من الطفولة أنت عاشقت القراءة وبديت تخوض في هذا المجال؟ شوف، إذا قلت لك أنا كنت عاشق للقراءة صحيح، لما كنت طفل الأطفال كانوا يلعبوا وأنا كنت أقرأ كتب غريبة، كتب تاريخية عن الاستعمار، عن هذه الأشياء. فقبل أن أخوض هذا كان عندي قدوة صح، اللي هو الأمريكي ستيفن كينج، معروف، هو يكتب دائما قصص رعب. فقلت هذا الإنسان وصل يوما ما إلى الشهرة، وصل إلى يعني صار أصبح أكثر روائي، من أكثر الرواة الناجحين في العالم. قلت ليش أنا ما أوصل؟ عشان أنا عربي ولا شيء؟ خليني أختلق مثل ما هو اختلق. جميل جميل. ما هو ما أفضل عني يعني. صحيح صحيح. أيوة. طيب خليني كذا أطرح عليك هالسؤال، يعني يمكن بعض الكتاب هني معنا في السلطنة يمكن معاه كتابات الخاصة داخل اللابتوب تبعه، يمكن مسألة أني أنا أروح وأطبع الكتابات أو اللي أنا ألفت شوي مسألة معقدة أو صعبة، فعلا هل هي معقدة وصعبة؟ صحيح، معقدة، كثير معقدة، لأن لما تكون عندك رواية فيها كثير أبعاد راح تكون جدا معقدة. ثاني شيء، هذه مش رواية حصلت في الواقع، معظم الكتاب كتبوا روايات صارت في الواقع. أنا هذه الرواية كلها من وحي الخيال، على الرغم أن في قصة صارت موجودة في هذه الرواية، لكن أنا غيرت السيناريو كامل، خليت السيناريو مختلق. يعني أنت الحين مثل ما أقول لك أنا رايح ولاية الرستاق، لا، أنا رايح منطقة اللي أنا اختلقتها، وجنب هذاك الشارع في شارع ثاني اسمه كذا ويسكن كذا، ويعني هذا الشيء ما سهل. لما تدخل هذا المجال لدرجة أنك تحلم صح هذه الأحلام، يعني بعض الأحيان أنا أشوف مناطق في الرواية ما موجودة. أيوة. فدائما لما كنت أشوف خريف صلالة أرسل حق الشباب أقولهم يا أخي هذا يذكرني بموسم عاشون. فقال الشباب إيش عاشون؟ فقلت لهم هذا موسم عاشون، موسم المطر في المملكة العكيفوتية. فهم الشباب قال هذا أكيد مختل ولا إيش فيه. وهذا كله أنا بنيته أصلاً في عقلي. أنا إذا ما في شيء قاعد يشدني في الرواية، بأمانة المصطلحات اللي قاعد تتكلم عنها، يمكن إحنا تعودنا على روايات كثيرة تكون متشابهة، ولكن استخدام مثل هذه المصطلحات اللي يعني اليوم أنت لما تقرأ شيء وتشوف حاجة يعني بالنسبة لك أنت أول شيء ما مفهومة،
تشدك تبي تعرف ايش المعنى. طيب يعني انا في فضول في بالي، احنا قاعدين نشوف انه مساله الروايات بالذات اليوم معن قاعده تنتشر بشكل كبير كبير جدا، وفي ناس قاعده تصدر روايات، وفي يعني يمكن لو تشوف معرض الكتاب اللي يقام سنويا يكاد انك تدخل من اليوم يعني ثلاث ايام انت ما قادر تخلص معرض الكتاب من دور النشر وكثره الاصدارات والروايات. الكتاب يعني اليوم راح ينشر عندنا في عمان صح ولا لا؟ صحيح. هل متوقع انه الكتاب يلاقي او يعني يلاقي اعجاب ذائقة الجمهور العماني اللي عندنا، ام ان الجمهور قاعد يتوجه الى توجه اخر، الى مسار اخر من القراءة والروايات والى اخر؟ انت في هذا المجال ويمكن انت ادرى بشكل كبير عن هذا الموضوع. والله انا اعتقد انه ان شاء الله راح يلاقي اعجاب كثير من الجمهور، لانه انا قبل ان اكتب الكتاب تخيلت ان الجمهور داخل هذه الرواية. ترى انت ممكن تكتب كتاب قصة دراما انزين وبس خلاص تنشر، لكن انا قبل ان اكتب حاولت اني اخلي الناس داخل هذا الجمهور، فلما تدخل انت بعمق داخل هذه الرواية راح تتخيل انك كأنك تشوف هذه المناظر اللي انا شرحتها، فهذا هو اهم شيء. وانا اشوف ان الناس تحب قصص الرعب الجرائم، خصوصا اذا هذه صارت في مملكة من خيال، مملكة ومثل ما كررت يعني ربما كانت موجودة، ربما هذه اللغة أنا أشك أنها كانت يوما ما موجودة. يعني تمام متأكد من المعلومة إذا كانت أساسا اللغة اللي أنت تكلمت عنها والرواية والمكان والقصة أنها موجودة أو لا في السابق؟ المملكة هذه من خيالي، لكن اللغة أنا بعدني ما درست الموضوع كثير، لكن أنا أشك أنها كانت موجودة يوما ما، لأن العرب كان يتحدث أكثر من لهجة، وهذه اللهجة انقسمت بسبب مثلا لما انهار سد مأرب ودخلت يعني كثير عوامل. هذا لو نتكلم فيه راح أحتاج يمكن 4 أيام أتكلم بكل تفاصيل، وهذا الشيء أنا درسته قبل أن أكتب ترى. جميل. يعني مش أنه صار كذا ومنازل وكذا، لا 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 لا، أنا قريت ودرست، وحتى الحروف أعوذ بالله كأنهن طلاسم، يعني حروف الناس تجيني إيش هالطلاسم، وأنا كنت أعصب يعني إيش طلاسم، هذه اللغة كانت موجودة، هذه اللغة عربية القديمة كانت كذا، فالناس كانت تخاف، قال أنت كل شغلك من السحر وشعوذة. طيب أنا اللي لاحظته الحين من خلال حديثك يعني إن في أساساً قراء موجودين ويانا، يمكن تعرف أنك تحط في بالي مسألة إن الواحد يشتري كتاب أو إنه يقرأ، يمكن هذه ما تصير إلا في معرض الكتاب، حكم إني أنا بروح وبصور معرض الكتاب واشتري الكتاب وأملي السلة اللي هناك موجودة على أساس إني أنا القارئ اللي ما تشوفه إلا فقط في معرض الكتاب، لكن من خلال حديثك لاحظت أساساً في قراء يعني موجودين معنا في السلطنة. هو في البداية صراحةً يعني أنا كنت أفكر أن العمانيين غير عن الخليجيين، يعني كنت أفكر أن العمانيين أنهم كانوا ما يقرأوا كثير، لكن بعد ما صار حادثة الكورونا صارت الناس تحب القراءة. صحيح. أنت لما تروحي المقاهي ولما تروح المقاهي يعني تشوف ناس يقرأوا يعني ما شاء الله عليهم. لكن في موضوع أنا ما ناقشته معكم، ترى ممكن أنت تكتب كتاب يكون ككتاب مدنس، يعني ترميه في المخزن تخليه 30 سنة ما حد يقرأ، ويمكن يعني تصدر كتاب يوم ما يكون أحداثه في مسلسل أو في فيلم أو الناس تعيش فيه، مثل ما حدث في هاري بوتر مثلا وروايات الثانية، حتى على مستوى على فكرة الدول العربية عندنا إذا تذكر يمكن أحد المسلسلات الكويتية كان ترجم رواية اللي هي رواية ساق البامبو، هي سمعتها أيوة صح، يعني الكاتب السنعوسي أعتقد الكاتب السعودي والكاتب ما أذكر والله من اللي كان كاتب رواية، بس أنا أتذكر أنه كنت قارئ الرواية بعد فترة شفت أنها تحولت إلى مسلسل كويتي وتم تصويره بشكل كامل. ففعلا في بعض الروايات ممكن أنها تتحول إلى مسلسلات، تتحول إلى أفلام، ويمكن أكبر مثال رواية هاري بوتر. صحيح. اللي احنا نسمع ان نقول ان معظم الاحداث اللي في المسلسل يعني معظم اللي كان موجود في الروايه الاصليه ما صور في المسلسل. صحيح. يعني في اشياء كثيره يعني فقدت في المسلسل اساسا اللي يقرا الروايه.
نفس الشيء سلسلة أعتقد Game of Thrones. Game of Thrones. Lord of the Ring. يعني كل هذه المسلسلات العظيمة اللي شفناها لما تيجي تسمع شخص يعني قرأ الرواية مش شاف المسلسل يقول لك يعني المتعة اللي أنت عشتها في المسلسل هذه يمكن جزء بسيط من المتعة لما أنت تقرأ الرواية وتشوف الأحداث اللي ما صورت في المسلسل نفسه. صحيح. جميل جميل جدا. طيب يمكن أنا سؤالي دور في بالي مع إنه اليوم مع بعد ما تعب هذا التعب كله وهذا هذا الكتاب اللي أصدره وطباعته ونشره، إيش الرسالة اللي أنت حاب إنه يتلقاها القارئ لما يقرأ من هذا لما يقرأ الرواية وينتهي منها؟ قصدك روايتي أنا؟ روايتك بالتحديد بيت الخناس. علينا نتكلم عن بيت الخناس. شوف بيت الخناس لما تبدأ تقرأ راح يبدأ الغموض يظهر وراح تفكر إنه ربما هذا هو المجرم وربما لا. طيب إذا هذا المجرم هذاك إيش كان؟ فكله غموض. هذه الرواية أنا الكاتب اللي كنت أكتبها أنا كنت يعني بعض الأحيان أصيب بالحيرة أقول الحين من المجرم حقيقة. فأنصح أي شخص يعني يقرأ هذه الرواية ما يخافها طبعا. هذه الأحداث صارت لي شخص ما أقدر أقول اسمه لكن ما مثل ما أنا شرحته في الكتاب. بالغت طيب؟ فيها أنت؟ بالغت كثير وخاصة صارت مملكتي أنا. طيب فأنصح أنه ما حد يتركها لفترة طويلة. إذا تبدأ اليوم حاول أنه على الأقل كل يوم صفحة لأنك بعدين راح تتساءل من اللي قتل من اللي يعني والله مهما شرحت هي رواية جدا معقدة. إذن الرواية هي مقتبسة من قصة حقيقية ولكن يعني بسيناريو الكاتب. صح. ومع بعض اللي احنا مثل ما نسميه البهارات من عند الكاتب. مجموعة قصص حقيقية وناس طلعوا وتكلموا عن هالقصص وأنا بنفسي قابلت بعضهم وما راح أذكر أساميهم بطلب منهم. إنزين لكن أنا قلت خلينا أزيد بهارات. أيوة. ليش أنا أكتب إذا كنت تعطي متعة للقارئ. المتعة بالضبط. وأنا أتوقع يعني يمكن اليوم إذا جينا نتكلم عن يعني الأمور المرعبة هي أكيد يعني يمكن البعض منا يصدقها أو حتى يتعايشها في بعض المناطق يعني بالفعل. بشكل عام فيمكن توقع القارئ إذا بدأ يقرأ راح يحس أن فعلا هالشيء موجود أساسا. صحيح. لكن هل هي خيالية بدرجة 100%؟ يعني والله. بدرجة أني أول ما أقرأ ما أحس أنه هو واقع. راح أعطيكي فكرة بسيطة. الحين في ناس في مجتمعنا خصوصا المجتمع العربي أو الأجانب بشكل عام أو الناس يعني بشكل عام يعني ما يفرقوا بين الوهم وبين الواقع. طيب في أحداث صارت في جرائم لو أنت يعني لو أنت اليوم فتحت ملفات كثيرة ما أتكلم عن عمان. أنا في عمان ما أعرف صراحة. أنا شفت الدول في أمريكا في مصر في هذه الدول في جرائم وقعت بغموض. طيب القاتل يعني نوعا ما واثق انه اذا هو قتل. طيب علماء النفس قال ان هذا يعني حالته الصحيه ممتازه. طيب ايش صار؟ في جاب في شيء صار هنا. انت ككاتب لازم تكتشف بنفسك. على فكره ان هذه صحيح انها كانت خياليه الاحداث لكن انا كنت نوعا ما اسوي تحقيقات بنفسي وبعدين نسبتها إلى ضابط شرطة. نعم. إنه هو اللي كان يحقق. فأنت تخيل في عالم وهم عالم جريمة علم سحر علم تاريخ يعني غموض في غموض. جميل. 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 نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق بهذه الرواية بيت الخناس. للأمان العنوان جدا جميل ونتمنى لك أيضا يعني كل التوفيق بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة كذا حاب إنك تختم فيها هذا اللقاء. والله يعني أنا يعني هذه الرواية أول شيء قبل أن أكتبها أنا كنت فاقد الأمل أني أكتب شيء لأني كنت أخاف بس أظهر فكرتي أمام الناس. طيب وحتى أنا كنت ما أريد أظهر في الشاشة قدام الناس لكن قررت أنه لا خلاص ما دام أنا كتبت كتاب وتعبت فيه سنتين أو سنة وشيء خلاص لازم الناس تقرأ روايتي وإن شاء الله راح يكون عندي سيكويل كتب ثانية بإذن الله وبتكون أكثر مشوقة بإذن الله تعالى. اليوم اللي يبي يقتني رواية بيت الخناس وين ممكن يحصلها؟
راح يحصلها في دار التقاسيم للنشر أونلاين، وإن شاء الله تكون في معرض الرياض قريبا وأيضا بعض المكتبات في السلطنة، وأنا راح أحط بوست وراح أبلغ الناس يعني ويمكن يحصلوه، لأن بعدنا قاسين نتشاور مع بعض المكتبات في السلطنة. هي في مرحلة الطباعة خلاص طبيعت طبيعت خلاص جميل جميل، بقت مرحلة التوزيع والبيع. احنا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح معا. وبما أنا يمكن احنا تشرفنا بهذا اللقاء، أنا يمكن أوجه تحية خاصة لأن زميلة ريان المعروقي أنها عرفتنا عليك ووصت حقيقة كثير عليك، أنه هذا من الأشخاص اللي ما شاء الله يعني كتاب وما خاب يعني الظن فيك معا، ما شاء الله عليك يعني كاتب، وعندك من من الميزة الجميلة في الروايات، ومثل ما ذكرت يمكن احنا اليوم نشوف كتاب كثيرين ولكن تتشابه رواياتهم. صحيح. انك تطلع بحاجة خاصة فيك بلون انت يعني متخصص فيه، ما قاعد تلف عمرك في مجالات كثيرة وقاعد تكتب اشياء كثيرة جدا، في عندك مسار واضح قاعد تشتغل عليه. وانا حبيت جدا 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 مسألة احياء اللغة العربية من الاصل ومن قبل وإعادة نشرها يمكن للمجتمع مرتين عشان الناس تعرف من وين بدأت اللغة العربية. يبدو الناس يتداولوا هذا الموضوع، يبدو يعمقوا البحث في هذا الموضوع. نحن نتمنى لك التوفيق والنجاح، ومتشوقين أن نقري بيت الخناس إن شاء الله. يعطيك العافية، كل التوفيق إن شاء الله.